الشيخ احمد معلم واحنا منه بنتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء جديد من أدعية من القلب، أدعية الفضيلة بفضل الله رب العالمين. دعاء من القلب، دعاء التزود بالتقوى. يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اجعلنا بالتقوى متزودين وبها عاملين، يا الله نسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والغنى. خشع قلوبنا وبك عيوننا ورقق قلوبنا وقو هممنا وأصلح بالنا واخسئ شياطيننا وارزقنا الفرج القريب والنصر الأكيد والدعاء المستجاب. احفظنا وكل مشاهدينا بعينك التي لا تنام، وبكنفك الذي لا يضام، وبقدرتك في الليل والنهار. أقسم بك عليك يا الله يا الله، اجعل ساعة فرج في ساعة الغروب والأذان والفرج، وأنت رب الفرج. افتح لنا وبنا الأبواب، ارزقنا وإياكم بغير حساب. أعنا على الأحمال الثقال، أعنا على الأحمال الثقال، أعنا على الأحمال الثقال يا الله. فرجها علينا وعليكم وعلى كل من قالوا آمين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك يا رب العالمين. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اجعلها ليلة الفرج، اجعل أولها صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاة ونجاحا وقبولا. قو همتنا وأيقظ أمتنا وخفف أسعارنا، واجعل دخلة الحج علينا ودخلة الأضاحي علينا تيسيرا وبركة في العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.